شهد وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي شهد المرحلة الختامية لفعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2021. التدريب المشترك نفذت فعالياته بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريب القتالي للقوات البحرية والجوية والمنطقة الشمالية العسكرية بمشاركة 20 دولة صديقة وشقيقة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الختامية لفعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2021، والذي نفذت فعالياته بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريب القتالي للقوات البحرية والجوية والمنطقة الشمالية العسكرية بمشاركة 20 دولة صديقة وشقيقة، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لمختلف الدول المشاركة بالتدريب وعدد من الملحقين العسكريين ودارسي الكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين. وفي البداية أهدى القائد العام للقوات المسلحة درع النجم الساطع لقادة العناصر المشاركة في التدريبات المشتركة، وتضمنت المرحلة الختامية تنفيذ مشروع تكتيكي للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة، حيث قامت المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع والقذف الجوي ضد العدائيات المختلفة، كما قامت الطائرات الهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات بالاشتباك وتدمير الأهداف المعادية، كما تم دفع المقدمات الميكانيكية والمدرعة للقوات المشاركة المدعومة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات. ووسائل وأسلحة الدفاع الجوي واستكمال تطوير الهجوم وتدمير كافة أهداف العدو المخططة. وظهر خلال هذه المرحلة التعاون الوثيق بين كافة عناصر تشكيل المعركة والقدرة العالية على المناورة واستغلال طبيعة الأرض لتحقيق المهام في التوقيتات المحددة، كما أظهرت المرحلة تحقيق الهدف المنشود من التدريب. وفي نهاية المرحلة ألقى القائد العام كلمة نقل فيها تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأشاد بالمستوى الراقي الذي وصلت إليه القوات والقدرة على إدارة مهمة مشتركة باحترافية بعد الاستفادة من تبادل الخبرات بالشكل الأمثل. هذا وقد شهدت الأيام الماضية تنفيذ أنشطة تدريبية مكثفة ضمن فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2021، كتدريبات الإسعافات الأولية والإخلاء الطبي الميداني للعناصر المصابة بواسطة سيارات الإسعافات المجهزة والطائرات الهليكوبتر، فضلا عن تنفيذ النشاط التدريبي STX الذي يتمثل في التدريب على مكافحة القناصة والعبوات الناسفة والأسلوب الأمثل لفتح الثغرات والإخلاء الطبي للجرحى، وتنفيذ النشاط التدريبي CBX الذي يتمثل في تبادل الخبرات المكثف بمشروع مراكز القيادة للعناصر المشاركة بالتدريب. وفي سياق متصل حضر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أحد الأنشطة التدريبية المخططة خلال فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع، حيث تمثل النشاط التدريبي في القضاء على بؤرة إرهابية وتأمين منطقة سكنية وعودة الحياة إلى طبيعتها، وذلك من خلال تنفيذ مهمة مخططة شاركت فيها عناصر مختلف الأسلحة والتخصصات لكافة الدول المشاركة وعناصر من القوات الخاصة للشرطة المدنية المصرية التي تشارك لأول مرة في التدريب، حيث أظهر النشاط المستوى الراقي الذي وصلت إليه القوات وقدرتها على تنفيذ المهام المشتركة بأسلوب احترافي. وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالأداء المتميز للعناصر المنفذة للأنشطة وقدرتهم على تنفيذ عمل مشترك باحترافية ودقة، مشيرا إلى أهمية التدريب الذي يعمل على تبادل الخبرات
والتعرف على أحدث التكتيكات القتالية لمختلف الدول المشاركة بالتدريب. تأتي فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2021 كأحد أبرز الأنشطة التدريبية المشتركة الهامة التي تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذها في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والعديد من الدول العربية والأجنبية لتبادل الخبرات وتنمية مهارات القادة والضباط للحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية مع الدول الصديقة والشقيقة.